بما انك تحدثت عن التكنولوجيا فيمكن برضو ده من المجالات اللي بيهتم بيها ومتخصص فيها سيد ماركو شليتس الباحث والاستشاري في اوبن ايرث فاونديشن. يعني بستأذن حضرتك تحدثنا ايضا سريعا كيف تلعب التكنولوجيا الدور في هذه القضية. شكرا جزيلا. شكرا فخامة الرئيس لإعطاء هذه الفرصة، وشكرا السادة المتحدثين والجمهور المتلقي. دعوني أبدأ وسأكون مختصرا للغاية. أنا في الواقع قد رأيت الفيلم الذي يتحدث عن كيف ننظر إلى الأرض وكيف أننا نؤذي كوكب الأرض، وأصبح لدينا الآن أياما قليلة. أن البشرية قد فشلت، وإذا فشلت البشرية سيتوفى جميعنا. ولذا نحن نعم هذه القصة تكمن أن هذه القصة تكمن في كيفية أن هذا الفيلم كان يتحدث عن فكرة هامة ورئيسية للغاية في وضعنا، وأن دون هذه الأبحاث لم تكن لدينا الفرصة للتعرف على هذه المتغيرات واكتشاف ما الذي يحدث حولنا حول العالم. الصين قامت بتقديم بياناتها المتعلقة بالمتغيرات المناخية في عام 2019، مستخدمة بيانات منذ عام 2012 الاتحاد الافريقي، ودولات المانيا قامت بتقديم بياناتها في عام 2019، وذلك ايضا لبيانات منذ 2016 و19، ومصر ايضا قدمت بيانات عام 2019 بينما هي بيانات 2015. ولذا في الوقت حين هذه البيانات يتم تقديمها ستكون في الواقع بيانات غير حديثة. هذه عبارة عن أمثلة تم طرحها في هذا الفيلم، ولكن أنه من المهم أن نظامنا البيئة لا يستطيع أن يتعامل مع التحديات الحالية التي يواجهها. ولذا إجاباتي لماذا نحن في حاجة إلى التكنولوجيا وابتكار وإبداعات جديدة للنظام المناخي. في الواقع أن لدينا التكنولوجيات والإنترنت والتي ذكرها كريم، ولدينا أيضا الاستشعار عن بعد، وهناك أيضا نظام بيئي إيكولوجي شامل. نحن نحاول أن نقوم بتسجيل كامل هذه المتغيرات، وهناك نحن أيضا هناك التعلم عن بعد والتعلم عن طريق الأجهزة، وأيضا هناك التحقق من البيانات والتعرف ما الذي يتعين أن يتغير. ويتعين علينا أن نعمل على دعم صناع القرار وأن تكون البيانات متاحة للجميع بموثوقية، وأيضا أن يتم الاعتماد هذه البيانات. نحن لا يتعين علينا أن نعمل بمعزل، يجب أن نعمل جنبا إلى جنب وأن نتعامل وأن نتعاون. وأن ما تم تقديمه هنا والحديث مع المؤسسات والشركات وكيف يمكن لنا أن نعمل سريعا من أجل خلق التغيير. هناك الفاعلين في المدن وأيضا الذين يعملون بنشاط وجدية في جميع البلدان، وهناك الخبرات والرؤى والتصورات المختلفة التي نتعامل بها من خلال التكنولوجيا. ولكن هناك الكثير ليست لديهم أيضا الطاقات اللازمة للتعامل مع التكنولوجيا المتسارعة والحديثة. ولكن أنا هنا الشباب هو جيل ناشئ، جيل رقمي ناشئ، وبدأت الأصوات تتعالى يوما بعد يوم من الشباب. ما الذي يجب؟ عودة مرة أخرى إلى قصة الأولى، كيف يمكن أن نعمل على إدماج قصص الشباب وأن نقدم لهم الدعم وأن نتعاون معهم، وذلك من أجل أن يكونوا المسؤولين عن هذه التغيرات المناخية، يقفون موقف المساءلة، وكيف أن النظم المستقبلية بدل أن تقوم بنقد الحالات الحالية أو الوضع الراهن، كيف يمكن أن نعمل معا وسويا. وأكيد أنه في هذا الملتقى منتدى شباب العالم هيكون في فرص أكثر للاستماع ولتبادل الخبرات في هذا الموضوع.